الجند مستعدون للتفتيش يا سيدي. من أذن لك بالدخول؟ منحتني تعليماتك السابقة حرية الدخول متى شئت يا سيدي. أي تعليمات هذا؟ تعليماتك؟ نعم تعليماتك. أم تراك نسيت ذلك يا سيدي؟ لن أدخل ثانية إذا كان هناك متى تكف عن هذه التصرفات الحمقاء؟ سأحاول ضبط تصرفاتي مرة ثانية، أعدك بذلك. وقعت هذه الصورة يا سيدي، والحمد لله أنها لم تكسر. أعرف أنها غالية عليك لأنها تجمع بينك وبين صديقك. هذه الصورة، أخبرتك أنني لا أريد تذكر هذا الصديق لأنه رفض مساعدتي في حمل أعباء الحكم. لكن السيد ريكس فنان ومحب لحياة الغابة، فما الخطأ في ذلك؟ أتتهمني بأنني عدو الجمال في الحياة يا أحمق؟ لا أبدا، أعتذر عما بدر مني. ريكس هو الذي اختار الحياة بعيدا عني. لقد كنا أيام الطفولة مثل أخوين، لكنه فضل عصافيره علي ورفض البقاء إلى جانبي. إياك أن تذكر اسمه مرة ثانية أمامي، فأنا مصر على أن أنسى صداقته. هل عرفت الآن سبب مقاطعتي له ورفضي لذكر اسمه؟ لن أذكر اسمه ثانية مهما حدث. إذا أثرت موضوعه ثانية فسأقطع لسانك، أتفهم؟ ألم تسمع ما قلته لك؟ طبعا سمعت، ولكنني كنت أحاول نسيان اسمه، وأظن أنني نسيت الآن كل ما يتعلق به. ماذا كان اسمه؟ أحسنت. لماذا قررت الابتعاد عني مفضلا الحياة السهلة ومن دون أن تفكر لحظة واحدة بما حدث؟ ابقى مكانك، فأنا لم أنتهي بعد. يلزمني بعض الوقت لإتمام رسم صورتك. ستغدو لوحة رائعة، تناسق ألوانك يدفعني إلى رسم عدة رسومات تعبر عن جمالك. ما زال من واجبي رسم كثير من الطيور، ولا أدري إن كنت سأتمكن من إنجاز هذا. على أي حال دعني أكمل رسمك الآن. متعب، عملي متعب جدا، ولكن لابد من الانتهاء من رسم لوحتك. لما توصل إلى قرار يجعلني أشعر بالراحة بعد، فما زلت حائرا بين الأحمر والأزرق، لكنني سأحسم الأمر. أعتقد أن اللون الأزرق هو لوني المناسب. افسحوا الطريق للزعيم، افسحوا الطريق للزعيم. دجاجة لطيفة. أنا ببغاء. بل دجاجة، اصمت وإلا نتفنى ريشك. صح، هل أنت مريض؟ لا، ولكن أنفي تحسس بهذه الأزهار. سلامتك. أظن أن اليوم هو الخميس من أيام الأسبوع. طبعا الخميس. لا، فاليوم هو الثلاثاء بالتأكيد. دجاجة، أذكر أنني تحسست من عبير الأزهار يوم الخميس، وما حدث قبل قليل يؤكد كلامي. سنبعد الأزهار حرصا على سلامتك. سأصدر قرارا بهذا الشأن. يمنع إحضار الأزهار إلى القاعة يوم الخميس من كل أسبوع، وسنضطر إلى قمع أي مخالفة. هل استبدل الأزهار بنوع من الشوكيات؟ شوكيات؟ ولم لا؟ لا تشارك في الحديث. دع من قارها. يا لهذا المظهر الجميل، اختياري للون الأزرق موفقا. لدي قرار يحظر ارتداء الثياب الزرقاء عندما يرتدي الزعيم ثيابا مصبوغة باللون الأزرق. ما هذه المرآة الصغيرة؟ إنني أبدو أكبر منها حجما. أعذرني يا سيدي، لم أنتبه لهذا الأمر. من واجبي في المرة القادمة أحضر مرآة تليق بحضرة جنابه. ماذا لو نسيت؟ مستحيل، لن أنسى. طلباته تزعجني. مزعج مزعج. ماذا؟ يبدو أنه كان يحاول توجيه اللوم إلي، وذلك بسبب تقصيري في إحضار المرآة المناسبة. دعك من هذا الطائر، فهو معروف بطول لسانه. لا تحاسبه على الخطأ الذي ارتكبه. لما الإصرار على ترديد كلماتي في الأوقات الحرجة متعمدا الإيقاع بي هذا؟ كان لابد من إقناعك بأنني ببغاء ولست دجاجة تنتف ريشها متى شئت.
انظر إلى كل هؤلاء الجنود الشجعان يا سيدي، ليس هناك جيش يستطيع هزيمتهم. أثني على رأي عزيزي القرد. أوقف هذه المهزلة. فلتبتعد الفيالات عن موقع الجواميس وعلى جميع حمير الوحش. الابتعاد عن مكان العرض. هيا تحركوا بسرعة. توقعت مشاهدة عرض مقنع. أقترح إعادة النظر في تدريبهم. لما كل هذه الجلبة لا أستطيع فهم كلمة واحدة؟ إنها غلطتي يا سيدي. لم أؤمن لهم الوقت الكافي لعرض مشكلاتهم عليك. لا تغضبوا، سأستمع إلى كل ما ستقولون. أرأيت يا سيدي، ها هم يعبرون عن مدى حبهم لك. ولكنني فوجئت بأسلوبهم الغريب. لن أسمح لمثل هذه التصرفات عندما أصبح زعيما. احذر، إنهم يضربوننا ببقايا الخضار. هذا نصيبك. أعتقد أن عواطفهم معي ولا ينوون توجيه ضربك. لن يحدث أمر كهذا في المستقبل. عندما سأخذ زعيما لهذا القطيع المتمرد، سأضرب بيد من حديد كل من يحاول التعبير عن رأيه بهذا الأسلوب. لن أجد من يؤيد كلامي هذا، فقد اعتادوا الفوضى. لن يدوم هذا الأمر طويلا. ما هذا؟ يبدو أنهم مصرون على رمي البندورة، البندورة الناضجة فقط. لماذا لا يقومون برمي السكاكر أو شطائر الحلوى المحشوة بالعسل؟ اهدأ، البندورة أفضل من العسل في هذه الحال. لم أعد أرى شيئا. المهم أن يكف هؤلاء الحمقى عن إزعاجي. أهلا، جاءت. من تقصد؟ من التي جاءت في مثل هذا الوقت؟ فهمت. هل تقصد تلك اللبوة الصغيرة؟ إنها لا تلفت الانتباه. لا يحق لك أن تبدي رأيك فيها. هذا من حقنا نحن معشر السباع فقط أيها الطائر. شكرا لكم جميعا، شكرا جزيلا. إنني أقدر محبتكم لي. يبدو أنكم لا تملون النظر إلي، لذا أشكركم من أعماق قلبي، وأجد نفسي عاجزا عن مبادلتكم كل هذه المشاعر الرائعة. أخبرني، ما اسم تلك اللبوة؟ أي لبوة يا سيدي؟ تلك؟ نعم. لا أعرفها، لم أرها من قبل. من الواضح أنها عابرة سبيل ليس إلا، لا يعنينا أمرها، فهي غريبة عن أرض صيدنا. لا، إنك تعرفها وتعرف أن اسمها اليونت. ما جدول أعمال يوم غد؟ لحظة. حسناً، الاستيقاظ الساعة 10، يليه تناول طعام الإفطار، ثم استراحة لمدة ساعة. يعقد بعدها اجتماع للطاقم الإداري في القلعة، يتم خلاله مناقشة جدول الأعمال. سيلغى الاجتماع حتما، فأنا قررت أن أتزوج. ومن هي التي ستحظى بهذا الشرف الكبير؟ خمن. ليونيت. صحيح سيدي، لما لا تبلغها بقرارك المفاجئ هذا بأقصى سرعة لمنحها فرصة حتى تفكر؟ تصرف يا جلامب. حاضر سيدي. أرجو أن أحظى بموافقتها. لن تضيع من يدها فرصة كهذه. لماذا تقفين هكذا؟ الجميع يهتفون للحاكم، تحركي. هيا أمي. أرجوك. هاي أيها الحاكم، ألا تراني؟ هاي، أغتنم هذه الفرصة لأقدم لك شكري وامتناني لشخصك. أنا أيضا أقدم لك شكري، وسأذكر هذا اليوم السعيد مدى الحياة. هل سمعتم ما قالت؟ هيا اطردوها من هذا المكان. اطرد من تخالف رأي الأكثرية، فهي ليست جديرة بالانضمام إلينا، ونحن لا نحتاج إلى أمثالها. إياكم أن تأخذوا برأيها، فرأيها لا يعني شيئا، ولكن من يدري، ربما كانت على حق. المعذرة إنسا اليونيت، أنقل إليك رغبة الزعيم في الزواج منك، فما هو رأيك؟ موافقة، لا شك موافقة، وهذا الطلب يشرفنا نحن وجميع أبناء أسرتنا. لنحدد موعد حفل الزفاف. اخت
اختاروا اليوم الذي يناسبكم، فالمهم عندي الآن هو أنني سأفرح بزواج ابنتي المدللة. ما قولك؟ أمي أرجوكي لن أتزوجه أبداً، لن أتزوجه أبداً. إنه خجل الفتيات عندما تطلب يد إحداهن لزواج عادة. أمي كان ردي واضحاً. أرجوكي لا تتسرعي يا صغيرتي، كيف ترفضين مثل هذه الفرصة الذهبية التي ستؤمن لك الحياة السعيدة؟ ليس هناك من ترفض مثل هذه الفرصة. أوه، هذه الفرصة لا تعني شيئاً، لن أتزوج بمثل هذا الأسلوب الذي لا يقيم وزناً لمشاعري. دعيني أرقص في حفل زفافك. حسناً، ستشعرين بالسعادة. اسألي والدك. طبعا هذا مؤكد، لذا أنصحك بالقبول يا ابنتي. لا أتخير نفسي زوجته، ثم إنني لا أفكر في الزواج في الوقت الحالي. لو كان عندي ابنة لزوجته إياها، فلن تعيش في ظل رجل يمتلك ثروة كثروته. سيد جلون، يمكنك إبلاغ الزعيم أنني أعتذر منه وأتمنى له حياة سعيدة هانئة مع غيري. لا تلقي باللوم عليها، فهي ما زالت صغيرة ولا تدرك معنى كلامها. على أي حال لم ينتهي الأمر بعد، بلغ تحياتي للزعيم وأخبره بأنها ستوافق عاجلا أم آجلا. مزعج، قرار زواجه في مثل هذا الوقت مزعج، فهو سيضطرني إلى تعديل خطوتي التي أمضيت عمري في رسم خطوطها. يبدو أنني لم أعد فتيا، لم تكن مهمتي سهلة هذه المرة أبدا. هون عليك، أنا أقدر كل ما تفعله، لهذا قررت زيادة حصتك من الطعام. هكذا إذا، ضع في عقلك أنني لا أطلب شفقة من أحد. وهل تظن أن بإمكانك تأمين قوت يومك بنفسك؟ هيا أخبرني، هل نفذت المهمة الموكولة إليك؟ أعتقد أنني لم أتوانى في أداء واجبي يوما ما، ولم أخيب ظنك بي مهما واجهت من صعاب. هل نفذت ما أمرتك به؟ سيحضر صيادان إلى بركة استحمام الزعيم عند الساعة 9 صباحا، سأقوم بجلبهما إلى البركة مستخدما حنكتي وذكائي، وسأرقص أمامهما إلى أن أبلغ مرادي. إذا غدا سيكون ماكس أسيرا لدى الصيادين، هذا ما كنت أنتظره منذ زمن. إياك أن تتجاهل إسهامي في دفعك إلى الموقع الذي تحلم به عندما تصبح زعيما. أتوقع أن تمنحني حديقة خاصة أمضي في أحضانها أوقاتي السعيدة. ما بك، لم أنهي كلامي بعد. يجب أن أقابل النمر راش لأناقشه في الأمور الواجب اتخاذها. عندما أسمع ضحكة هذا الضبع أشعر بقشعريرة تسري في أوصالي. واحد اثنان. ما بك أيها الضبع؟ هل هناك ما يثير مخاوفك؟ أتخاف من النمور عادة؟ لا، وكيف أخاف من أصدقائي يا سيدي؟ هل تعرف ماذا تعني الضباع لنا؟ لا، وماذا تعني لكم؟ الطعام. كفانا لهوا؟ ماذا تريد مني أيها الضبع؟ لن أزعجك يا سيدي، كل ما في الأمر هو أنني أود استشارتك. أرجو ألا تتعلق استشارتك هذه بكيفية تأمين الحماية لكم، فأنا أرفض سماع مثل هذا الأمر. لا، ما سأطرحه عليك الآن أشد أهمية من كل ما يدور في ذهنك يا سيدي. أفكر في إبعاد ماكس، لكنني أخشى حراسه. حراس؟ نحن نستطيع هزيمة جيش كامل. إذن دعني أعرض عليك خطتي. أرض صعيدك واسعة، لكن مساحة أرضنا أشد اتساعا. انظر، الفرق واضح، ألست محقا يا سيدي؟ أرض صيدنا واسعة جدا، ولا نحتاج إلى مساحات أخرى، لكن قل لي ما قصدك أيها الضبع؟ ربما احتجت إلى مساحات أوسع من الأرض مع ازدياد عدد رعاياك في المستقبل يا سيدي. إذا ساعدتني على إبعاد ماكس، سأمنحك قطعة واسعة من أرضنا. أرض جيد حقا. ما رأيك فيما يعرضه علينا مستشار الزعيم ماكس يا جيمبو؟ ربما يخطر في ذهن سيدي ضم أرض صيدهم كلها إلى أرضنا. وارد. هذا مزعج، أكره الاستيقاظ باكرا. لن أستيقظ، سأنام ثانية.
ساغط في نوم عميق. لماذا أيقظتني من نومي أيها الأحمق؟ لماذا؟ يفضل أن تستعد منذ الآن لحفل زفافك الذي سيقام غدا يا سيدي، وأرى أن تختار الأزهار التي ستزين الحفل، كما أرجو أن تحدد أسماء المدعوين الذين سيحضرون، وأنصحك بالاستحمام يا عريس. افرح يا سيدي افرح، فغدا أجمل أيام حياتك. أتمنى لك حياة ملؤها السعادة مع اليونيت. شكرا لك أيها الضبع الوفي. سأكون وفيا لآخر مرة. ومتى كانت الطباعة وفية؟ غريب، لا أرى في هذا المكان إلا القردة فقط. لما لا نصطاد عددا من القردة وانتهى الأمر؟ إذا عدنا إلى حديقة الحيوانات برفقة عدد من القردة يا ذكي سنطرد من عملنا دون شك. ببغاء راقص، سأطردهما إلى مكان زعيم ماكس. أمسك ما! سنمسك بذلك الببغاء حتى لو جبنا الغابة بحثا عنه. لن يفلت من يدي مهما حاول الهرب. لما لا نكف عن مطاردته؟ فهو مجرد ببغاء عادي. ها هو، انظر هناك، انظر هناك. ظننت أنه قد ابتعد عنا. اصمت، لا تصدر أي ضجة، أخشى أن يهرب منا. لا تخف، تقدم بهدوء. عد إلى هنا، قلت لك عد أيها الببغاء. هل تعتقد أنه سيعود بعد أن فر هاربا خوفا منا؟ طبعا سيعود أيها الذكي، سيعود. هيا أحضر القفص الحديدية في أسرع وقت. أظن أنهما يستطيعان الآن تدبر أمره. Oh,